يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في التشهد، تشهد قسمان، عندنا التشهد الأول وعندنا التشهد الأخير، وسمي الأخير لأنه يسلم بعده، سواء كان في ثنائية، في ثلاثية، في رباعية، أو حتى في ركعة واحدة كالوتر، فإنه يسمى التشهد الأخير، وهو الذي بعده السلام. والتشهد الأول هو الذي يكون في منتصف الصلاة، وهذا لا يكون إلا في الثلاثية والرباعية. التشهد الأول لا يكون إلا في الثلاثية أو الرباعية، ما في تشهد أول في الثنائية ولا في الركعة الواحدة من باب أولى. وذكر صيغة التشهد، والتشهد أكثر من صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد التوسع في ذلك يرجع إلى كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، حيث ذكر فيه صفات كثيرة للتشهد، أكثر من 6 صفات التشهد الأول و7 صفات التشهد الثاني رحمه الله تبارك وتعالى. التشهد الثاني، التشهد الأول واضح، التشهد الثاني هو الذي وقع فيه الكلام لأهل العلم، ويمكننا أن نقسمه إلى 4 أقسام. التشهد الثاني يمكن أن نقسمه، أو التشهد الأخير يمكن أن نقسمه 4 أقسام. القسم الأول وهو الواجب فيه، وهو الركن، التشهد الركن، وهو قوله: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعلى خلاف كما مر بنا في ذكر الأركان اللي هو اللهم صل على محمد، هل هي ركن أو أنها سنة؟ وقول سنة إن هذا قول الجمهور، والقول بركنية هذا قول الشافعي وأحمد. على كل حال، فلو قال التشهد هذا ثم قال اللهم صل على محمد ثم سلم صحت صلاته على المذهب، لأنه أتى بالركن فقط، اللهم صل على محمد. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يصلي على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وهذا اختيار الشافعي رحمه الله تعالى. القسم الثالث أن يكمل التشهد إلى آخره، وهو إلى قوله إنك حميد مجيد. القسم الرابع وهو الدعاء الذي بعد التشهد، اللي هو اللهم بعد بينه وبين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه 4 أقسام التشهد. والذي عليه المذهب هو أن الركن في التشهد هو إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد. هنا تمت أركان الصلاة ما عدا السلام فقط، ثم يسلم ويقضي ويكون قد قضى صلاته أتمها. فإذا صلى على الآل أو وجاء بتكملتها، تكملة التشهد، ثم بعد ذلك دعا، فهذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل. نعم. ولذلك قال: ويدعو بما شاء. والصلاة على الآل وما بعدها سنة، الصلاة على الآل فقط وما بعدها تكملتها إلى نهاية الشهد، والدعاء الذي بعد الشهد قال هذا كله سنة وليس بواجب، فضل عن يكون ركنا. نعم.